بدأت فاطمة سريعا تتقن كل خطوات حياكة الغزل، ابتداء من تحويل الصوف إلى خيوط نسيجية وانتهاء بصناعة بعض الأزر والمنسوجات التراثية، إذ تجد في تعلم هذه المهنة رغم أنها أصبحت قيد الاندثار فرصة مهمة للاعتماد على نفسها بعد انخراطها في دورة تدريبية لتعلم المهن الحرفية الخاصة بالصناعات الشعبية. الشغل كلش حلو سهل، طبعا حلو سهل، أي جاي نتعلم بسرعة هنا على هالدورة. أتعلم هذه أعلم بنات، إذا سأفتح دورة أعلم بنات، أهم خليني استفاد من هاي الدورة يتعلمن بيها. مشروع الدورات الذي يستمر على مدار العام أقامته منظمة طبيعة العراق لفتيات الأهوار ضمن مشروع لنقل المهارات الحرفية للصناعات الشعبية بدعم من السفارة الأمريكية في العراق، سيكون مهما للحفاظ على هذه الصناعات التي تصارع النسيان. اللواتي انخرطنا في هذه المهنة سيكون في المستقبل أيضا مدربات مهمات لعدد كبير من الشابات، وأيضا سيكون هنالك ويب سايت، سيكون هناك موقع إلكتروني نضع فيه أفلام قصيرة ويوتيوبات حول كيفية نقل هذه المهارات لجيل لا يستطيع القدوم هنا والتدريب. نقل هذه المهارات اعتمد فيه على بعض النساء من ذوات الخبرة في هذه الصناعات، ركزت الأعمال فيه على الصناعات التي كانت سائدة قبل عقود طويلة، إذ توفر بيئة الأهوار الكثير من مواده الأولية وبأسعار زهيدة، ما يجعله مدرا للمشتغلين فيه. قبلا بسرعة وحبا هاي الفكرة مالت الدورة، ليش؟ لأن أهم شيء هي الموهبة، بداية الموهبة، وهسه تقبلا الدورة مالتن، هسه قال إذا أسابيع ثانية طور بي احنا نقدر نجي. نجيب قصب هنا، نروح احنا نجرده بالشخطوره، نجيبه نشرب الشمسيه بس نقشره، ندب على السيارات يصير ليط صنعه، نسوي حلات استفاد بيها، الناس تستفاد بيها تاخذها للطير، هاي تسوي للحمام. الانضمام الى لائحه التراث العالمي والسياحه النشيطه للاهوار كفيلان بان يجعل من هذه الصناعات الشعبيه ذات مردود اقتصادي مهم لسكان الاهوار المنخرطين في هذه الدوره التدريبيه. من قضاء تشباي شرق مدينه الناصريه، احمد السعيدي، الحره.